هذا ما ضم القسام زيد بالبرشة موجود اهلا بك انا مرحبا لك مرحبا بك الحمد لله خويا نارتي صباح الخير صباح النور جيت قسيت توا لتروح المتلاوي ان شاء الله قلت المتلاوي ان شاء الله او صافي لونتو ما قسيناش ما مستانس بالابونمون الكوبي قلقنا شويه ما في في الشامبيون ما يقدم ما نجيش نقص باهي تو تروح كيفاش تراه الكلوب جونا لا لا بس لا بس انا فرحان خاطر السنه ما ثمش حس داير انا اول مره الكلوب ما نشوفهاش من ليها معناها تصور انت ما تشوف تصعب في البرقه وزويت ما ثمش تذاكر من ليها الكلوب ما شفتهاش اول مره باش نكتشفها في ماتش الكوب برونستيك نتاع الكوب ان شاء الله ان شاء الله ربحه ان شاء الله ربحه الجونا باهي وان شاء الله لاباس ان شاء الله بس حسب قادر انا الامبيونس باهي ان شاء الله لاباس شكرا بابا عاش الله خير نهارك زين صباح الخير كل عام وانتم حيين بخير ساعه النساء عايشك عليك باهي اليوم عيد المرأة ونهار ثلاثة إن شاء الله فما عيد الكلوب إن شاء الله إن شاء الله تجي مع عيد الكلوب مش كنهار ثلاثة قولي اليوم جيت تقص هكا ولا أي شنو باش تقص؟ باش نقص فيراج فيراج علاش فيراج؟ على خاطر نقعد تجي مع فيراج جو أي جو ولعة شنعة شنعة ولعة وكل شيء صحابي باهي علاش تحبوا تقعدوا في الفيراج هكا؟ شنو الحاجة سبيسيال اللي في الفيراج؟ على خاطر اللي يحبوا الكلوب بالحق واللي تحس الشنعة ديما في الفيراج باهي شنو ليه ما الكلوب باختورة حتى اون سانت ولاد الكلوب بصحاب يقعدوا اون سانت فهمتني ولا اما شنو تحس الدور نتاعكم في ماتش كيما هذا نهار ثلاثة ماتش عنده قيمته عنده قيمته بيان سور مادام احنا ما هزينا شيء في السيزون وما مازلنا نلعبوا على الكوب باهي شنو باش تعملوا تعيطوا كالعادة 93 الحكاية هذوك 93 ومن بعد 90 وديما مع الكلوب احنا حتى قبل الطرح وان شاء الله مربوحة شنو تحب تتمنى لهيك؟ ان شاء الله مربوحة وان شاء الله تتحسن الكلوب يتحسن وضعها شكون جي ماركي؟ شكون جي ماركي؟ اوكي نيدي ميرسي بيان ميرسي عاش خويا نرجي جيت اليوم قصيت الطرح المتلاوي الكوب اي ان شاء الله ان شاء الله مربوحة خويا قعدونا ترح به باهي ترح به وكل شيء انت كمحب للكلوب يعني شنو تتمنى؟ والله اول ماتش في السيزون واحد يتمنى يشوف ستركتور صحيحه تاع كيب صحيحه وفما حتى ديزانديس ما كناش باش تعمل بيرفورمانس كبيره ما ديزانديس هما حاجات جدد ولا بصمه جديده تكون مخالفه تاع الميور بالنسبه للماتش هذا ايش نجم يعملوا كي نربحوا؟ كان نربحوا سيدي واحد باه مورا السيزون ديماراج تاع السيزون اللي باه ويعملوا امبيونس باه باش نخدموا السيزون الجاي كي تغمض عينيك شنو السكور اللي في مخك؟ ولا يتصور 2-0 شكون باش يماركي؟ نتصور باش يماركي ومش لاتاكونيت هكا حس كرة من تيل اي دوزيام بال حاجة هكا ديفونسور دوزيام بال الميليو تيران اوكي ميرسي بيان بابا عايشك خويا نارجين عايشك مرحبا بك جيت اليوم باش تقص الطرح الكلوب المتلاوي ان شاء الله كيفاش لقيتها القسام كيفاش لقيتها؟ والله لقيتها الكيشي فارغ منظم ما فماش كل مشاكل نتاع الصف والعرك وواحد فما الامن موجود فهمتني وحتى الجمهور معناها الناس كلها ما فماش كل العياط وصياح ودزان على ثلاث ايام باش تصير الحكايه يعني نتاع القسام كيفاش ترى على ثلاث ايام؟ تساعد العباد اللي باش يجي بالطبيعه تساعد احنا ماذا بينا ديما هكاك باش على الاقل بقل مشاكل وبقل واحد معناها ديما هذا يفو بلانيفيه من قبل هذا الامور اللوجستيه معناها تتحضر من قبل باش الناس تبدا على راحتها تقص على راحتها لا يقع مشاكل لا تجي ناس خمسه نتاع الصباح بلا شد الصف وزاد اون ايفيت النقص حكايه المارشي نوار ولا تشري تساكر ومن بعد تبيعها باسوام اخرى معناها والله الطرح شنو نقول لك معناها احنا السنه مالوريزمون الكلوب معناها الترتيب نتاعها والمباريات نتاعها معناها ماهيش في المستوى نتاع النادي الافريقي معناها كنادي الافريقي نتمناو الكوب هذا كيما نقولوا معناها باش ننقذوا به الموقف معناها نتاع السيزون كامله نتمناو الاولاد قدرت ربي كيما نقولوا الجرينتا معناها تكون موجوده وقدرت ربي يعديو تروح بها وان شاء الله نرجعوا لعقليه قبل المريول قبل كل شيء الناس تلعب على المريول ويجيبوا الطرح على الاقل زاد يعاودوا يزيدوا يجيبوا معناها الثقه نتاع الجمهور الجمهور شنو لازم يعمل الجمهور؟ الجمهور والله فما الجمهور بالنسبه للسناس ده يضحك كيما جمهور نادي الفريق معناها رغم الهزايم رغم النتائج اللي هي والوضع المتدهور نتاع الفريقي باقي الجمهور تاع نادي الفريق يساند ويحب يمشي ويحب يحضر المباريات ويحب يشجع الفريق نتاعو الجمهور معناها توقع صوتك مسحب
مع التسعة نهار كيف كيفاش فيه؟ هي هذيك هي كيما قلت معناها من بعد المباريات كيما نقول ان شاء الله تتعدى ماتش باهي ونتمنى معناها من بعد الماتش تسجل اغلب الاصوات ما تلقاهاش زيت وقارص فهمتي زيت وقارص زيت وقارص وعسل ان شاء الله ان شاء الله مربوح ان شاء الله ميرسي ان شاء الله مربوح شكرا الاولاد ناركم زين عايش عايش جيتو ابارامون فاكونس في تونس اي فاكونس نحبوا نجيو نتفرجوا في الكليب كل ماتش انتم وين بالضبط ساعه منين جيتو من نيس من نيس كانوا سايبين الفريجوس والدنيا غادي وجايين للكلوب جمعيه اخويا جمعيه على خاطر جمعيه نجيب خويا في كل بلاصه دونك قسيتو تو هكا ولا قسينا تبارك الله جا فامي جنجي ومعنا الكل ان شاء الله مربوحه عائله الكل باش تدخلوا فرد بقعه بالطبيعه ان شاء الله صحاب وعائله وكل شيء الماتش ماتش ان شاء الله ان شاء الله مربوح يعني جروب عندنا جروب باهي ان شاء الله قلت ربي يكونوا حاضرين باذن ان شاء الله يطلعوا رجال ان شاء الله ان شاء الله ميرسي بيان عايش بون فاكونس